لوطاس ما يغامرش انه يدوس على القانون ويعطي الحق للاكاف لانه حيولي ان كاد دو جوريسبريدونس. قضية الخريطة المزيفة هي قضية مهمة جدا وعندها أبعاد وتداعيات، يعني بالنسبة للهيئات التي تتخذ قرارات. إذا كانت الكاف داست على القوانين لأنها مختطفة من طرف المغرب، واليوم بان هذا شيء مؤكد، وما يهمهمش التداعيات تاعها بتواطؤ مع عديد من الأعضاء أو لجان الكاف، الأمر سيتغير على مستوى الطاس. ممكن يكون فيه ضغوطات، ممكن يكون فيه لوبيات، هذا أمر مؤكد لأن القضية كبيرة وكبيرة جدا، لكن على مستوى الطاس سواء كان قاضي واحد أو ثلاث قضاة الأمر سيتغير. لماذا؟ لأنه قرار الطاس في هذه القضية راح يتحول إلى ان كادو جوريسبريدونس، يعني الناس تقيس عليه. إذا كان الطاس أمام السند القانوني الواضح في لي ستاتيو دو لا كاف، لو ريغليمون دو ليكيبون، لو ريغليمون دو لا كوب دو لا كاف، يقولوا لا كونفدراسيون على طرف القوانين تاعها انه ممنوع يكون مايو كيما في لي فاب عنده يعني كتابه او سلوغون ولا او ايماج ذات بعد سياسي. وبالتالي لو اليوم هالاشياء مؤكده وانه المغرب اللي راح ترشح 2030 مونديال 2030 مع اسبانيا والبرتغال دار الخريطه الحقيقيه ديالو، ما فيهاش الزياده هذه تاع الاراضي الصحراويه باش يضمن يدير لاكوب دي موند. امام كل هذا يعني الكم الكبير من المواد القانونيه والادله القاطعه لانه فيه اغتصاب لاراضي ببلد عنده سياده، لو طاس ما يغامرش، نقول ما يغامرش انه يدوس على القانون ويعني ويعطي الحق للاكاف لانه حيولي ان كاد دو جوريسبريدونس. والصراعات على الاقاليم في العالم كثيره وكثيره جدا، لو اليوم يرتكبون خطا او يرتكبون حماقه ويمدوا يعني جاند كوز لاكاف، القضية حتولي قضية ذات أبعاد دولية، ولوطاس حيفقد المصداقية وراح يغرق في كم هائل من القضايا بين الأندية المتعلقة بالنزاع حول الأقاليم، ويجي أي فريق يدير يعني خريطة تاع إقليم بلد آخر، وبالتالي إذا لاكاف لوطاس برضه ما عطاتلوش الحق راح يقول له لا لا دير لي بالقياس قضية الصحراء الغربية، وبالتالي الأمر سيختلف على مستوى الطاس عند دراسة ملف هذه القضية على خلاف ما حصل على مستوى الكاف، لأنه في نهاية الأمر الكاف يعني تبين بأنها هيئة مختطفة من طرف المغرب، ووجب اليوم تخليص الكونفدرالية من قبضة المغرب لأنه المصداقية تاع الكونفدراسيون راحت منذ سنوات، وأعتقد أنه بقاء الأمر على ما هو عليه أصبح أمرا مستحيلا.